الجمعة القادمة ستكون جمعة مليئة بالحرارة في العراق. هنالك كلمة وخطبة للسيد مقتدى الصدر، يتوقع أن يكون هنالك تصعيدا بعد ذلك في الداخل العراقي، كذلك هذه القمة التي ستكون حاضرة في 15 بايدن هناك، والكل يترقب، العراقيون الإيرانيون كلهم ينظرون لما سيأتي من الخارج، كلام عن الناتو، وإن كنت تتوقع أن هذا لن يتحقق لكن هو مطروح فعلا وموجود. ألا تعتقد أن العراق في موقف صعب، خاصة وإذا كان هنالك فشلا في المفاوضات النووية؟ هل تعتقد أن العراق سيعاني في ظل هذه المعادلة، أم أنها تفتح فرصا للعراق مثلا برأيك؟ العراق في وضع مستضعف جدا وموضع حساس الحقيقة. كل ما يمكن أن أقوله بأن العراق، يعني إذا كان هناك أي نزاع فمن الحتمي أن العراق طبعا سوف يعني تنخرط فيه بطريقة أو بأخرى، شاءت أو لم تشأ، والولايات المتحدة طبعا ستنطلق على الأغلب من ستطلق قواتها من العراق. فإذا يعني هذا أمر لا يمكن تجنبه بالنسبة للعراق، لا يمكن أن تتجنب يعني أي نزاع في المنطقة. وأعتقد مجددا بأن السؤال المطروح هو ما هو الغرض من إقامة هذا الناتو العربي إذا كان ضد إيران بطبيعته؟ فإذا هذا يعني من شأنه أن يحدث مزيدا من عدم الاطمئنان ومن إخلال التوازن في المنطقة. وطبعا العراق وإيران دولتان متجاورتان، فإذا حقيقة ستكون هناك أثار جانبية كثيرة، وهذا أمر رأيناه عام 2003 عندما غزت الولايات المتحدة العراق. جاء السوريين إلى الولايات المتحدة وقالوا لا تغزو العراق رجاء، لأن هذا سيكون له آثار على سوريا، وهذا ما حدث فعليا كما رأينا. فسيكون من الصعب أو حتى من المستحيل للعراق أن تنجو من أي تداعيات مجددا. العراق ستكون يعني في لب يعني هذا الجحيم بسبب أيضا الوجود الأمريكي في العراق. إذا سياسيا أعتقد بأن هذه مشكلة شديدة الحساسية بالنسبة للعراق، ويحتاجون لأن يبقوا متأهبين وأن يعني يتعاملوا مع السلطات الأمريكية ويعربوا عن مخاوفهم ويعربوا عن آراء ويحاولوا المساهمة في يعني استعادة الاستقرار في المنطقة. لا أعرف ما إذا كان يعني سيكون هناك دور للناتو العربي، وخاصة في ظل وجود إسرائيل والتي يمكن أيضا أن تشارك في هذا البناء الناتو. كثير من الدول العربية لن تكون راضية أو مسرورة بالترتيبات السعودية مع الإسرائيليين. فإذا يعني هناك عدة أسباب تؤدي بفكرة الناتو العربي لأن تفشل في النهاية. طبعا وليس فقط نوايا إدارة بايدن في إنشائه.